بكيت في البيت هين، وهو بكى مع أبوه في الشغل، راح يزرع زيتون. وهو روح بدري يعني، نزل خلص شغل مع أبوه، قال له بدي أروح. وإجي هين وفات يتحمم وبقول لي يما أنا بدي أفوت أتحمم. قاعد أنا بتفرج على التلفون على الشهداء اللي على بيت ريما. بقول لي يما شفت الشهداء اللي في بيت ريما؟ بقول له آه شفتهم، الله يجبر أمهم. بقول له خلاص وين انت، ليش مروح بدري؟ بقول خلاص روحت، بدي اروح اخذ درس، حتى بكى ياخذ دروس للسواقة. هو فات اتحمم وبكيت انا طابخ، وفات بقول له فوت اتغدى. فوت له بقول هيك الحياة شم اكل يعني، ما بديش يوت لهم. فقلت له خلاص، فات اكل يعني الكمتين وطلع. هو طاحان على الصالون هنا، انا بكيت فوق. في انا في جيش في البلد يعني، انا حاسه انه في جيش في البلد، بس انا يعني خايف عليه. بقول له تطلعش تروحش؟ قال لا مش طالع. طاحوا قعد هين يعني، كل سبع تصير طخ وإشي، شو نادي هي رائد يقول هيني هين، ما طلعتش مش طالع. بس آخر إشي طلع، فتح الباب وطلع. وأنا طبعا لبست منديلي ولحقته، طليت بكل لا تخافيش فيش فيش شيء، هذول الجيش جايين عشان نهدم دور. فرجعت انا، اجى ابوه من الشغل، حطيت له يتغدى وصار طخ يعني. رديت زميت حالي وطلعت انا، بقول له شفت رائد؟ بكل اه شفت رائد، هسه بيجي. طبعا لفيت انا، طلعت من الباب ها لما صار الطخ، طليت اللي هو باب، هو باب البوابه، لفيت من باب دار عمي. انا طلعت لما ماركني الجبات، صاروا ضاربين وماركين. في ولد بكل، في ولد، في حدا، في حدا تصاوب. بقول له انا ولا تصاوب؟ لا بقول رائد. بقول هو واحد بكل في سدره، واحد بكل مش عارف شو. انا يعني بس كان رائد خلص، كان بحسني انه يعني صار في اشي. بكى يعني اولاد عمه وكلهم معه، صاروا زامين ورايحين. فرجعت لقيت ابو طايح، الاخر حزين بس سمعه يعني، وهاب الأخرى حاسة إنه صار في إشي. فوقفنا في الحارة وركبنا مع ابن عمه في السيارة ولحقنا، وصاروا مودينا يعني على الاستشارة، حتى إحنا فتنا سيارة الإسعاف. من يوم ما فات في النكالة هذه اللي زامينا، صار أبوه يقول مستشهد رائد، وأنا أقول لا مش مستشهد رائد، كل مبلى. وفوتوا طبعا على الاستشاري، هم الدكاترة يعني يعملوا انهم قاعدين يسووا له فحوصات وإشي. وأبو تعب يعني كثير، رد كلهم لا، يوم طلع لك كلهم خل ابني مستشهد، انتوا ليه بتشدوا علي يعني؟ رائد الحمد لله رائد كل الصفات المليحة فيه، ورائد يعني بكى مليح معانا، مع أبوه، معاي، مع أخوته، مع خواته، مع أعمامه، مع كل الناس، مع أصحابه. كل أصحابه يحبوه، ما يحبش يزعل حدا ولا حدا يزعل من حدا. طموحه يعني درس في الاستقلال، وكان يعني إنه يبدأ يتوظف ويمشي يعني مع يعني ما في شهادته، بس ما كابل أخذ هالشهادة واستشهد. شهادته راحوا جابوها من ريحة، وهو كابل بعد ما استشهد هاي شهاداته و كلهم بعد ما استشهد راح جابوه. انا طبعا ما قدرتش اروح، راحوا ابوه وراح عمامه واخوه اللي في السجن وجابوا شهادته. يعني شو بدت يعني شو بدي تبكى يعني، ما بضر شهاده جايه بعد ايش؟ طبعا انا يعني شو بدي ابكى حلم اي ام يعني، انه بكى ناس حتى حذر بني لهم هو واخوته. حتى هو كل ابوه لا انا خلص هسه ما تبني ليش، انا هسه تبني ليش ابني لاخوتي يعني. مش عارف كيف هو باكي حاسس ولا ابصر. بكين يعني نخلص جامعته وهذا انه يتوظف ويصير مثل هالشباب يعني، فاناش انه في لحظه يعني. بقول بس حسبي الله ونعم الوكيل، غير هيك شو بدي اقول يعني. هو يعني رائد باب الباب، شو يعني مسوي لهم باكي رائد؟ ما هو ما فيش في أداء إشي يعني، لما ضربوه وهو باب الباب يعني ما ضرش عليهم يعني، مثل هالشباب واقف.
ودوني عقبر اخوي والله القلب مشتاق ودوني عقبر اخوي والله القلب مشتاق يا يما ليلة السجن ما اصعب ينامو. اول شيء احنا كنا طالعين يعني فوره اللي هي يعني وقت خارج الغرف في الساحة الموجودة داخل السجن، كنا موجودين يعني من الساعة 5 للساعة 7 المغرب، يعني صارت الأحداث. تواصلنا مع الأهل هين، قالولنا إن في مواجهات موجودة في البلد. أنا في هذاك اليوم ثاني يوم كان موجود عندي محكمة إلي، يعني محكمة حكم إنه بده يتم الإفراج أو الحكم علي في هذه اللحظة، اللي هو في يوم جثمان منزف، يعني في يوم 4 29/11 كان موجود عندي أنا محكمة. تواصلنا مع الأهل قالولنا إنه بكرة المحكمة وإن شاء الله خير، ومن هذا الحكي سترنا التلفون ونزلنا للغرف. يعني ما لحقنا يسترو السجنين يعني القفول على الغرف، كان متواصل عندنا اللي هو الدبير، يعني عندنا المسؤول مثلا عن القسم اللي احنا موجودين فيه ثائر حمايل، حاليا هو أسير محرر من كفر مالك، كان متواصل معهم. جاء اتصال من ابن عمه قال بلغ اخوه الشهيد ان استشهد اخوهم واوقفوا معاهم، يعني بكم موجودين عندهم. هسا احنا نسال في الشباب ان انو اللي استشهد، ما حدش حكى. هسا تلفزيون فلسطين كان منزل خبر عاجل استشهاد شاب من قريه المغير. هسا احنا موجودين في الغرف، يعني في شباب من البلد معتقلين 22 اسير كانوا موجودين في القسم. الجميع صار يعني يعطي اسماء يقترح، الاغلبيه كان يعني على الصمت، يعني بده يستنى يسمع يعرف انو، يعني اللي يتحذر يقول فلان او فلان. ما حدش يعني توقع هذا الاشي، وفي ناس توقعت، يعني في شباب من دفعته كانوا مسجونين معانا في السجن ان توقعوا بس ما رضوا ان يحشوا او يبادروا منهم، يعني هذي جاهم إحساس إنه رائد. ما يعني ما حدش أعطى القرار إلا بعد ما خلص تلفونه. أول ما نزل عنا على باب الغرفة إحنا عرفنا إن الخبر بخصنا، يعني توقعنا هذا الإشي، يعني مش بعيد عننا، يعني يا إما أسير أو شهيد أو جريح. هو كان أسير محرر، أخوي كان مسجون مع أخوي الثاني، اعتقلوهم الاثنين من منزل من هين، فصلهم الشباك إن ما تواصلوا مع بعض أو ما يكونوش في نفس السجن مع بعض. الشهيد قعد 6 شهور في السجن، كان مصاب قبلها وبعديها تم أسره، بعدها تم استشهاده، قعد 6 شهور وروح من السجن. أنا بعدها في 6 شهور اعتقلوني. أنا لما تم اعتقالي إنك قدرت إني أوصل لأخوي داخل السجن، كان شبل بس يعني زلف سن 18 بينقلوه على ما فوق 18 سنة. التقينا فيه، كنا موجودين انا واخوي اللي حاليا هو محرر، كنا موجودين في نفس الغرفه. لما تلقينا الخبر يعني اخوي ما تحمل صدقا، انا يعني قدرت اضبط حالي اهدي، بس انا ما قدرت ان اسيطر على شباب بلد كامل، الجميع بدي يعني صار رده فعل مش طبيعيه في داخل السجن. يعني قدر الامكان ان احنا خلاص من ربنا الصبر اعطانا ان نقدر ان نهدي الموجودين اصحابه، انا اهدي اخوي أقول لنا بزبطش، إحنا بدنا نطمن أهلنا مش بدنا نزيدها على أهلنا، لأن قبلها يعني في ساعات كنا نعزف ظافر وجواد الرماوي في أهل بيت ريما اللي كانوا موجودين عندنا في السجن، يعني عزناهم ونزلنا وبعدها تلقينا الخبر. يعني زي ما وقفنا مع هذول الجماعة نزلوا ووقفوا معنا، إن يعني مصابنا واحد وكل إشي واحد زينا مثلنا مثلك، وفيش اختلاف عن الشهداء، ولا هو أول شهيد ولا آخر شهيد، والحمد لله رب العالمين على جميع شيء. اجى على الدار تحمم ولبس اجدد جاكيت عنده، كنت انا ما جايب لي هديه طبعا لونه بيج، ما توقعت اشوف يوم ان هذا الجاكيت اللي بده يلبسه اجدد اشي يلبسه في وقت استشهاده. تحمم وظبط حاله وتعطر وطلع. طبعا السرعه اللي تلقينا فيها الخبر ما توقعناش انه في الكاميرات اللي صورنا لاف في جميع البلد فيه، يعني الفترة قصيرة جدا، يعني جميعنا احنا انصدمنا فيها.
فترة ما استشهد أنا بكيت على السطح كالعادة، بكيت أصور عادي أي إشي يصير في البلد، يعني مواجهات وإشي. أخوي دائما في أول القائمة في أي مواجهات بتصير، سواء في السهل قريب بعيد بلك موجود فيهم. طلعت على السطح أنا وبنت عمي، بنت عمي من الجهة المقابلة أخوي بكت تصور فيها، أنا بكيت الشايفة. لما دخلنا الدوريات، ثلاث دوريات وحدة فيهم مصفحة بيضة، طلعت على الحارة، فتشرت إنه روح على الحارة، يعني خلاص كنت اطمنت أخوي راح على الحارة مع الأولاد، بس طلع التينة مغطية علي، مش شايف أخوي إنه قدامي. في هذه اللحظة أخوي بكي أصلاً، هو يطلع على عدارنا يودع فيها. في لحظتها طلعت الرصاصة، بس سمعت صوت آخ، حسيت أنا في ثقل في جري، ما تحملتش. وبكيت وقتها أصلاً، ماسك التلفون وبصور السماء لونها غريب، لون أحمر، يعني مش طبيعي الإشي اللي بكى وقتها. أنا بس سمعت صوت أخوي كيل آخ، لما دخلت الرصاصة فيه ما تحملتش، جري ثقل مش طبيعي، نزلت على الدرج يدوب نحملهن حمل. أبوي يقول لي شوفي يابا أخوك استشهد، يعني زي كأن أبوي حاسس إن أخوي رح يستشهد، لأنه بكى في وقتها قبل في ساعات أو في ساعتين إن أبوي كيل أخوي أنا يلا بدي أروح، أنا اليوم الشهيد الخامس، أنا اليوم يابا الشهيد الخامس. أبوي بفتشة بمزح عادي زي الشباب اللي بمزحوا لما يواجهوا أو يسمعوا في جيش ويروحوا، بس بكت فعليا إحساس صحيح، يعني حاسس إنه خلص إنه راح يروح شهيد في هذا اليوم. وقبلها في يوم أنا يعني بكينا يدوب أنا وإمي مروحين من العمرة يومين ثلاث، يعني دائما نسهر أنا وأخوي سهرات وإشي، بس لما شفت أخوي في هذيك الليلة حسيته شخص ثاني مش أخوي اللي قدامي، زي كأنه في عالم ثاني روحه مش معه. يعني أنا أدعي عليه رائد، أول مرة مش معي مش سمعني رائد، هذه صفن فيه هي صفن غريبة، يعني أول مرة بخاف من وجه أخوي، مش إن خوف من عليه، يعني أخاف عليه من الشكل اللي أنا شفته، يعني حسيت أخوي روحه مش معها مش على الدنيا، يعني زي تقولي شاردة روحه. بس ثاني يوم بكى مبسوط ومتحمم، يعني مجهز حاله زي العريس في هذاك اليوم. شو بدي أقول، يعني لو أظن أوصف وجع الأخو ما بنوصفش، ولو نظل سنين نحكي الوجع هو نفسه، جرح الأخو ما بلتئم، جرح الأخو بظل موجود. لو شو ما مر عليك سنين، شو مر وجع الأخ ما بتعوضش الأخو مقامه سنده ذكرياته في تفاصيلها. يعني أنا عشت عند أهلي، يعني لسه يعني خاطبة 24 سنة، يعني اعتبره عايش معي 23 سنة، ربينا مع بعض شبرنا مع بعض، يعني صعب لو أظلني يعني أحكي ما بوفيش حكي عن أخوي. كريم دائما نطلع مع بعض مشاوير، كلبة طيب سمح، عصبي بس حنون، يعني كديش هو بكى عصبي بس بكى حنون، يعني ما بضرش الناس، بكى حتى توصل معه لما يروح يضيف الناس ياخذ ضيافته معه، قد ما هو كريم يعني. وبكى يحب يساعد الناس، يعني وين ما يشوف في ناس بدها مساعده يحب يساعدها، حتى لو ان اللي معاه يعني مثلا هذول ليومه مستعد يعني يعطيه لناس محتاجين احسن ما انهم يضلين في جيبته، لدرجه العطاء والكرم اللي عنده. انسجن هو، انحبس قبل لا يستشهد في فترة، بس بكت فترة قصيرة 6 لـ7 شهور وتم الإفراج عنا، وبكينا فرحانين ومبسوطين فرحة، يعني الجميع يقولي يعني على شو هالفرحة الكبيرة، كنا على شو يعني معاناة الأسرة، الجميع بيعرف شو يعني معاناة الأسرة غير اللي مجرب الأسر. وطبعا اللي فخر إني أبقى أخت شهيد، يعني فخورة فيه أنا، صح وجع غيابه صعب، ويعني لو شو ما الواحد يقول ما بيقدر يوصف أو يعني يوصل ليش معلومة كديش الوجع بيبكى من جوات الواحد، يعني خير الكلام ما قال ودل. ابن أخوي استشهد في 29/11/22، والده توفي بعد استشهاده بحوالي 11 شهر، كان مريض، علما انه والده هو اسير محرر امضى 12 سنة في السجون الاسرائيلية، وجده امضى 18 سنة في السجون الاسرائيلية، وعمامه كمان
أمضوا عشرات سنين في السجون الإسرائيلية. رائد هو خريج جامعة الاستقلال، ضابط من ضباط الأمن الفلسطيني. هو كان شاب واعي مثقف محبوب للناس، كان يطمح أن يحيا حياة كريمة وطيبة، وما كانش الهدف ولا مرة بكون هدفنا أنه إحنا نعشق الموت، لا إحنا نعشق الحياة. لكن هذا الاحتلال وهذه أعمال الاحتلال، رائد ما استشهد على الخطوط الالتفافية، رائد استشهد باب بيته وضرب الجند الإسرائيلي برصاص على مسافة لا تتعدى 4 متر، وما كانش يشكل خطر لا على الدورية الإسرائيلية ولا على الجيش الإسرائيلي، بالعكس هي كانت عملية اقتحام طبيعية من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن مرورهم من أمام بيت منزل الشهيد أدى إلى عملية إطلاق النار بشكل مباشر، وهو إعدام مباشر للشهيد رائد. وهذا الشيء جزء من سياسة الاحتلال وتبريراته لعملية إطلاق النار وقتل أطفالنا وأبنائنا بغض النظر الموقع أو المكان. الأهم في الموضوع أنه يسعى دائما لقتل الشباب والأطفال، والطفل يوم يقتل الطفل أو يقتل الشاب هو بفهم أنه يوم يقتل بقتل جيل كامل، بقتل جيل كامل، لأنه هذا الشاب في قدامه مستقبل، في قدامه أمل أنه يكون عنده أسرة، هو بقتل أسرة كاملة. واللي بلاحظ الأيام الماضية في غزة بعرف تماما أنه اللي قاعد بصير أنه هو قتل أطفال الشباب فقط من أجل قتل جيل كامل لعشرات السنين القادمة، وهذا جزء من سياسة الإبادة للشعب الفلسطيني. ورائد هو جزء من هذا الشعب، وعملية استشهادة جاءت نتيجة وجود الاحتلال، وما في هناك يعني مبرر لعملية إعدامه في مكان اللي هو باب بيته. لا شك رائد كان من نوع المحبوب في أسرته، في بيته، فعند أصدقائه، في بلده، في جامعته، كان يطمح أن يكون أحد خدم لشعبه كونه هو عسكري، وعنده انتماء صادق أنه يكمل مسيرته العملية من أجل فلسطين ومن أجل وطنه ومن أجل أمن بلده. الأهم في الموضوع أنه نعم كان عنده طموح كبير أنه يكون يعني موجود في دائرة العمل الأمني ويخدم بلده والمؤسسة الأمنية ويخدم وطنه، وما كانش يفكر يوم الأيام أنه راح يكون هو في أول أيام عمره بداية مستقبله يكون شهيد، وهو فخر واعتزاز. والشهيد طبعا أكيد عنده كرامة، وإله كرامة فوق الأرض وتحت الأرض، وربنا سبحانه وتعالى ما بعطي الكرامة بدون ثمن، يعني حتى الكرامة ربنا يوم يعطيها لأسرة أو يعطيها لإنسان بعطيش إياها ببلاش، أكيد بده يدفع ثمن، لكن للأسف الثمن هو دم الشهيد. هسا هو إجمالا اللي حصل معاه أنه كان موجود في البلد في ظل اقتحام الجيش الإسرائيلي، والده الله يرحمه كان موجود، والدته كانت موجودة في البيت، صار في إطلاق نار، صار في مواجهات في الشوارع مع الشباب، ضرب حجارة طبعا على الدوريات، كل الأسرة كانت موجودة هان، جزء منها كان برا، أخوته 2 أسرة موجودين داخل السجون الإسرائيلية، أخوه الكبير كان موجود لكن كان خارج البيت، صار إطلاق النار، أصيب باب البيت، حملوه الشباب، بس رائد واضح أنه من لحظة إطلاق النار عليه، لأن كانت الإصابة بالقلب مباشرة وكانت مسافة قريبة جدا 4 متر، ويوم أصيب يعني حاول الأطباء طبعا في مركز ترمس عيا، نقلوه في سيارة إسعاف على مركز ترمس عيا، حاولوا إنعاشه، لكن للأسف هو كان مستشهد قبل ما خرج من القرية، وتم تحويله إلى الاستشاري، مستشفى الاستشاري، أيضا حاول هناك بكل الإمكانيات إنعاش الشهيد، لكن الشهيد فارق الحياة. الخبر طبعا لحظة ما أصيب الكل علم في الموضوع، توجه الأغلب إلى المستشفى، لكن كانت كالصاعقة وقعت على رأس أبوه وإمه وإخوانه وعلينا جميعا، وذهبنا للمستشفى وجدنا أنه ابننا قد استشهد. كان في تجمع مش طبيعي،
وجود الناس. الناس طبعا عندنا هنا تفاعلت مع الموضوع بشكل سريع، وسائل الإعلام المناطق كلها، وتم نقله إلى مستشفى رام الله، ومن ثم ثاني يوم تم نقل جثمان الشهيد إلى القرية، وكانت له مسيرة جنازة وهو عرس، إشي لم يصدق. حتى الإذاعات والتلفزيون فلسطين قام بنقل الأحداث مباشرة، وكان هناك وجود حشود كبيرة، لأن قبل في يوم كان كمان في استشهاد 2 شباب من بيت ريمة. الوضع كان كثير تفاعل، بعدها صار في مواجهات على منطقة الاحتكاك مع الإسرائيليين على مدخل القرية، والأمور ظلت يعني ماشية على أرضية إنه إحنا نطلب من الله السلامة لشبابنا ولأهلنا ولناسنا بردات الفعل اللي حصلت ما بعد استشهاد رعد. المجتمع الدولي يعي ما يحدث في فلسطين، مش غريب عليه يعني، ومش شايفيننا في إشي غريب ما دام الإسرائيليين كانوا بيستهدفوا الأطفال والشباب، بيستهدفوا الناس اللي في أمل يكون في لهم مستقبل، في أمل هم يكونوا بنات المجتمع. يعني ما بيجي بغتال واحد عمره 70-80 سنة، هو عمليا قاعد بعدم كل واحد في أمل إنه يكون من وراه إشي له علاقة بالقضية الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية. اللي يحدث هو عملية إبادة وقتل متعمد، وهذا بدليل على إن السياسة الإسرائيلية إلها بعد أكبر من مستوى عملية استشهاد واحد هان أو واحد هناك. الشهداء صحيح الأكرم منا جميعا، الشهداء زيت بزود قندير الثورة والمسيرة الوطنية إنها تستمر، لكن عمر ما كان شعبنا يطمح أن يكون دماءنا هو الغاية في عملية وجودنا على هذا الأرض. لا، إحنا بالعكس نسعى أن نحيا حياة كريمة طيبة مثلنا مثل باقي الشعوب، ونكون أساس لبناء مجتمعنا بشكل سليم وبشكل يتناسب مع كرامتنا ومع استقلالنا الوطني.